نائب مدير قسم أوكرانيا في معهد رابطة الدول المستقلة كيريل فوريلوف، ومن واشنطن المحلل السياسي أحمد فتحي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد كيريل، وفيما يتعلق بنتائج الاستفتاء المنتظر، حكومة القرم تعهدت بمنح التتار حصة في البرلمان واعتماد اللغة التتارية لغة رسمية. برأيك كيف سيؤثر ذلك على رأيهم في الاستفتاء المرتقب؟ أرى أنه السياسيين التتار كما روسلان تيمرغاليف سيؤكدون للتتار في القرم على أن مستقبلهم في روسيا، ولأن التتار في القرم كانوا هم يعتبرون معا عملوا مع الروس في القرون الوسطى، ومن الطبيعي فإن سيكونون مع روسيا وليس مع المتطرفين، ولذلك فإن رئيس الوزراء ورئيس الحزب في القرم فسيستطيعون أن ينقلوا أو يعطوا حق لهؤلاء التتار لأن يكونوا مع روسيا، ويقنعوهم بأنهم إذا كانوا ضمن الإمبراطورية الروسية العظيمة سوف يشعرون بوضع أفضل، وسيشعرون أن هناك تحسن في أوضاعهم بشكل عام. لكن الواضح أن يعني القرم تتوجه نحو الانضمام ونحو الاستفتاء، والغرب يواصل انتقاداته لهذا الموضوع. سيد أحمد، برأيك ما الذي يدفع الدول الغربية إلى الطعن في حق شبه جزيرة القرم بالانضمام والانفصال عن أوكرانيا، خاصة إذا كانت دعمت توجهات مماثلة في السودان وكوسوفو وغيرها، فضلا عن سياساتها الحالية في إقليم التبت؟ من أي أو على أي سند قانوني جديد تستند في ذلك؟ كل الأمثلة اللي حضرتك ذكرتيها تمت عن طريق تفاوض بين الطرفين، بين الحكومة صاحبة السيادة وهي في هذه الحالة الحكومة الأوكرانية، والطوائف أو المجموعات العرقية التي تريد أن تنفصل وتريد أن تأخذ حق إما الانضمام إلى روسيا أو أن يكون لهم حكم ذاتي أو يكونوا دولة مستقلة. ولكن هذا الاستفتاء هو من طرف واحد، هو يتنافى مع أساسيات وقواعد القانون الدولي، يتنافى مع سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وهو مبدأ التزمت به الحكومة الروسية، ولكن التزام شفوي ولم نرى تطبيق عملي له، إنما هي تشجيع لهذه الأقليات مع وضع ضغوط نفسية في هذه المرحلة، والتلويح بأنهم سيتعرضون للإبادة، وهذا ليس مطروحا سواء في الدول الغربية أو على الأرض. طب دعني أنتقل بهذه النقطة للسيد كريل لو سمحت. سيد أحمد، هناك استفتاء. سيد أحمد لو سمحت، سيد كريل، يعني هذه الانتقادات توجه اليوم لروسيا وأيضا لشبه جزيرة القرم، لكن السؤال من أجهض الحل السياسي بالدرجة الأولى بعد أن اتفقت كل الأطراف على الحل الدبلوماسي في 21 من فبراير؟ لماذا عدنا إلى المربع الأول وتمت العودة إلى الشارع في كييف؟ حقيقة أن الميدان لا يريد أن ينفذ أي اتفاقيات، ولأنهم يريدون أن يفرضوا إملاءاتهم، والغرب قد خرق القوانين الدولية ورفض هذه أو خرق هذه الاتفاقية أيضا ولم يجري تطبيقها، ولذلك فلا يمكن الثقة بهم، في أولئك الموجودين في كييف
وبأنهم سيطبقون هذه الاتفاقية. والسفير الأمريكي أعلن أن حزب الحرية رفضت هذه الاتفاقية، ولماذا رفضت ولغير معروف. والآن يجري اعتقال المعارضين الذين يريدون أن تكون أوكرانيا دولة فيدرالية، وهم الآن في السجون ويقومون بتعذيبهم في الوقت الحالي. ولذلك فإن الموجودين الآن في كييف يحاولون أيضا أن يعتقلوا المحافظين من القطاعات الشرقية. دعنا نسمع وجهة نظر السيد أحمد بهذه الاتهامات. سيد أحمد، في الواقع البيان المعتمد من قبل البرلمان في القرم ينص على إنشاء دولة ديمقراطية علمانية متعددة القوميات، وتتعهد بالحفاظ على السلام والوفاق بين الطوائف على أراضيها. كيف تنظر إلى هذا البيان في مقابل الإجراءات التي اعتمدت في البرلمان الأوكراني بشأن الأقليات، لا سيما قانون إلغاء اللغة الروسية، ما شكل استفزازا لمشاعر الكثيرين واستفزازا حتى للحكومة الروسية؟ أنا لست ملم بهذا القانون، للأسف لا يوجد لدي تفاصيل هذا القانون. ولكن بالنسبة للأقلية الروسية الموجودة في القرم، وهذا من مندوب الأوكراني في الأمم المتحدة، أنه لا وهو من خلفية روسية بالمناسبة، أنه لا توجد مشاكل على أي مستوى بالنسبة للغة الروسية التي يستعملها تقريبا معظم الشعب كل الشعب الأوكراني، سوى أنه تم إلغاءها. لا يوجد مشاكل في المدارس التي تدرس اللغة الروسية، لا يوجد مشاكل في الصحف، لا يوجد مشاكل في محطات التلفزيون. فالمكون الثقافي الروسي هو جزء لا يتجزأ من المزيج الأوكراني الموجود. أما الادعاءات بأنه يوجد تعذيب ويوجد اعتقالات إلى آخره، أنا للأسف أنا لا يوجد لدي مصادر تؤكد هذه الادعاءات. ولكن أنا أحب أنوه أن المسؤولين الدوليين فشلوا في الوصول إلى القرم. إذا كان هناك لا يوجد ما يخفيه الحكومة الانفصالية في القرم، فلماذا لا يسمح لمسؤولي الأمم المتحدة بالتواجد؟ لماذا يتم استفزازهم عن طريق المسلحين في نقاط التفتيش وترحيلهم كما حدث مع سيري مبعوث السكرتير العام؟ فيوجد يعني ادعاءات كثيره ولا يوجد حقائق. دعنا نسمع الاجابه على هذا السؤال من ضيفنا السيد كيريل. سيد كيريل، استمعت لهذه الاتهامات، يعني في القرم ليس هنالك موافقه على وجود رقابه دوليه كما يتفضل السيد احمد، لماذا اذا لم يكن هنالك ما يريدون اخفائه كما يقول؟ القرم هي أكثر منطقة حرة وسلمية في تلك الجهة. وأن زميلي كان قد تحدث على أن هناك الروس هم أقليات، هذا لا يتطابق مع الواقع. وأنا يمكنني أنا من نفسي لا أريد أن يدخل مثل هذه الشخصيات إلى القرم، وأنهم يقومون بتفنيد الوقائع الحقيقية الموجودة على أن الروس هم الأغلبية في القرم، وأن اللغة الروسية موجودة ويتكلم بها الجميع في هذه المقاطعة. وأن الروس ليسوا أقليات، وإنما يحاولون أن يفرضوا حقوقهم ويأتوا الذين يحاولون أيضا هناك أن يهددوا الوجود الروسي، فهم يدافعون عن أنفسهم. ولهذا فإن ما يقومون به من اعتقالات، ويقول أنه لا يصدق أن هناك اعتقالات، هذه وقائع موجودة على الأرض ونحن نراها كل يوم. نعم، أعتقد أن هذه النقطة أخذت حقها. سأعود إلى السيد أحمد وأسأله عن الحراك اليوم. باراك أوباما يستقبل
رئيس الوزراء الأوكراني المعين، وهنالك في المقابل حديث عن لقاء مرتقب بين لافروف وكيري في لندن. في موازاة كل ذلك مناورات أمريكية في البحر الأسود، كيف تقرأ هذه الرسائل التي تبدو متناقضة على الأقل من ناحية الشكل؟ المناورات الأمريكية بتجري في تقريبا في جميع مناطق العالم، ربما كانت يعني مناورات تم الاتفاق عليها. روسيا ليست الدولة الوحيدة ولا أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة المطلة على البحر الأسود، فيوجد يعني دول أخرى ويوجد اتفاقات ثنائية، وكذلك يوجد أيضا تدريبات عسكرية مع الجانب البولندي، يوجد تدريبات مناورات جوية على في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. فبالتالي لا أراها أنها يعني موجهة تجاه الحكومة الروسية، ولكن بالطبع في هذا الوقت وهذا الظرف الذي نعيشه يمكن تفسير أي تحرك على أنه استفزاز للجانب الآخر. سبقت في لقاء سابق على شاشة RT قلت أن الاتجاه يتجه إلى التصعيد، وهذا ما نراه الآن. يجب أن تأخذ الدبلوماسية فرصتها، يجب أن يسمح للمسؤولين الأمميين، أنا لا أتحدث عن مسؤولين دوليين، أنا أتحدث عن مسؤولين أمميين من الأمم المتحدة، بالدخول وتأمين حركتهم والاطلاع على الوضع في القرم ولقاء الفصائل السياسية المختلفة حتى يكون المجتمع الدولي صورة. ما نراه وما يحدث هو رسالة روسية وبروباغندا تحدث دعاية، ولا نرى أي تفنيد لهذه الرسالة من أي طرف آخر. أشكرك جزيل الشكر. رسالة من طرف وحيد. أشكرك من واشنطن المحلل السياسي السيد أحمد فتحي، ومن موسكو نائب مدير قسم أوكرانيا في معهد رابطة الدول المستقلة السيد كيريل فورولوف، شكرا جزيلا لكما.